السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم نشاط التقدمي. الخبر الأول: توجيه من قبل مدير المدرسة الفاضل الأستاذ غازي عبد الهادي مباشرة مدرستنا بإجراء الامتحانات. الشهر الثاني: آمين الله عز وجل أن يوفق تلاميذنا وطلبتنا ويبارك في جهودهم. الخبر الثاني: بمناسبة الأسبوع العالمي لصحة الفم والأسنان، زار مدرستنا يوم الأربعاء الموافق 29/3/2024 المركز الصحي لسن جباد، مركز قسم الأسنان، والتقى مدير المدرسة الفاضل الأستاذ غازي عبد الهادي بالدكتور المشرف على متابعة الحالة الصحية للتلاميذ، وأطلعت على السجلات الصحية الخاصة للتلاميذ، وقامت بجولة داخل الصفوف وتوجيه التلاميذ كيفية المحافظة على أسنانهم وامتناع عن أكل الحلويات والمشروبات الغازية، مما لها الأثر السلبي على صحة وسلامة أسنانهم. وننتقل إلى خبر ثالث: أعلنت مؤسستنا التقدمية عن اسم دفعة السنة الدراسية الجديدة 2023/2024 باسم دفعة طوفان الأقصى، تضامنا مع إخواننا في فلسطين. ندعو من الله عز وجل أن يوفقهم وينصرهم إن شاء الله. الآن مع فقرات النصائح الرياضية مع الأستاذ محمد علي. شكرا للطالب حسن هيثم، أهلا وسهلا بكم مع فقرة النصائح الرياضية. كنا نعرف الصلاة هو وقوف الإنسان بين يدي الله عز وجل بكل خشوع. من جانب آخر أنه حركات الصلاة من السجود والركوع تدخل بالجانب الفسلجي للجسم والبيوميكانيك، يعني يستفاد منها الجسم من السجود والركوع، تحفيز الجسم، تنشيط الدورة الدموية. فسبحان الله، يعني كل أوقات الصلاة من صلاة الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، كل هذه الأوقات الإنسان يؤدي الصلاة، ولكن من جانب آخر هو يستفاد من شيء يمكن هو ما يعلم به الصراحة، هو تحفيز الجسم وتنشيط الدورة الدموية. وصحة وعافية للجميع. والآن وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا، دمتم في رعاية الله وحفظه.